بعدين متى قلت انا تبت؟ انا قاعد اقول لك انت قاعد تفتح حروج قناه انا قفلتها، وقفلتها واحتمال ارجع افتحها على مصراعيها. وصلتني رساله ان احدهم يقول انه من تلاميذي، وانه يتكلم عن الابن سعدون المطوع، وانه يسبب لي ازعاجا، وانه اشفق عليه لمرضه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية أربع، وإذا خاصم فجر. ركزوا لي على إذا خاصم فجر وإذا حدث كذب. طبعا كعادتي انا لما ارد على اي شخص احب اعطي عنه مقدمه، صاحبنا اعطينا عنه مقدمه من قبل وقلنا انه كان يرقص ويهز، لكني استغفر الله عن هذا القول واتراجع، لان الهزه والرقصه عند صاحبنا مثله بحركه قارئ القران الغير اراديه عندما يقرا. الحكم لكم. برضو ايام تحفيظ القران اللي كان يقرا قران ويقعد يهز مع القران واللي له في الهرجه دي فاهم انا ايش قاعد اقول. طبعا عصام قال بأكثر من مقطع، مقطع شخصنها على الآخر ويا ليت شخصنها صح، وهذا سأتركه في النهاية بإذن الله. وفي مقطع عمل حال ردرد علمي، هذا ما سأبدأ به بإذن الله الآن. أولا اتهمني أني أنا بذيء اللسان وأنه لسانه ما في أي إشكال نهائيا، ووضع لي عدة مقاطع ذكرت فيها لفظ المخنث. وطبعا يا أخوة قبل أن أرد على هذا المخنث، والآن سنقسم ظهر هذا المخنث، واعتبرها بذاء وقلة أدب. ألا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لفظ المخنث بنفسه وقال: لعن الله المخنثين من الرجال؟ ألا يعلم أن أم سلمة ذكرت لفظ المخنث بنفسها؟ ألا يعلم أن عائشة أم المؤمنين كذلك ذكرت لفظ المخنث وقالت: كان يدخل علينا المخنثون ونعتبرهم من غير أولي الإربة؟ والمصيبة ليست هنا، المصيبة أنه ادعى أني طعنت بعرض أم أحد الملاحدة وهي مسلمة، والآن سنقسم ظهر هذا المخنث وأمه معه. كان هنا يتكلم يسب واحد ألحت لكن أمه مسلمة، فهنا قاعد يتكلم عن الأم ويرمي أمثلة على الأشياء اللي تمس الأم. أمه محصنة مسلمة. ومن هذه الحركة أنا تيقنت فعلا أن هذا الإنسان يحاول أن ينتصر لنفسه وذاته بأي طريقة، أي قش أمامه مستعد أن يتسلق عليها. فهذان المقطعان لي يا إخوة في ردي على أحد الملاحدة الذي طعن بأم المؤمنين عائشة وقذفها، فقمت بالرد عليه كعادتي لمن يتابعني، الرد الهجومي والدفاعي. أما الرد الدفاعي فبينا كذبه وأن الروايات التي جاء بها لا تصح، وأما الرد الهجومي وهو الرد بالإلزام، فقلت له أن ما سأقوم به سأقلبه عليك وعلى أمك باعتقادك أنت. قلت بالحرف الواحد: أنت ترضى بعقيدتك الإلحادية ولا إشكال عندك أن يأتي الرجال عند أمك ويجامعوها ويمارسوا معها العلاقة ولا يعتبروا فعلا مشينا؟ فلأن في الاعتقاد العلماني والاعتقاد الليبرالي والاعتقاد الإلحادي لا إشكال، وأتحدى أن يرفض ذلك وأن ينكر ذلك، لا إشكال نهائيا عنده أن يدخل اليوم بيته ويجد رجل مع أمه. ومع هذا اصطف هذا الطفل مع الملحد الذي طعن بأم المؤمنين وصار يتهمني بأني طعنت بعرض أمه، كذاب. وهذا الفهم منشأه من نصرة النفس، وطريقة الإلزام ذكرها الله سبحانه وتعالى لما قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهذا ما فعلته وأنت أنكرت علي، إذا أنت تنفي هذه الآية وتنكر هذه الآية وتعارض هذه الآية، كما فعلت تماما مع الشيخ عثمان، هذا أسلوبك. ثاني شيء، الملحد اصلا منكر انه هو جنس ثالث ومنكر انه مثلي، ما ينفع الا ترميه وتركب البليه زي ما انت قاعد تسوي حاليا. حتى قلبك عامر بالايمان. لا اله. وتفضل، هذا انت الان بنفسك مسوي مقاطع كامله مسميها راقصات الراب. من ترى كان اسمه راقصات الراب انتقاد للراقصين، مع ان فيهم رجال يرقصون، فانت الان تدعي غصب انهم مجنوس وانهم يتشبهون بالجنس الاخر، مع انهم ما قالوا عن نفسهم مجنوس ولا قالوا عن نفسهم انهم متشبهون بالجنس الاخر، وانت سميتهم راقصات. السؤال لماذا؟ لان انت تشوف انهم فعلوا افعال النساء، وراح ابين حتى في هذه المساله ان انت عندك ازدواجيه ومتناقض، بس انطر عليه شوي. اللي تبيه تسميه راقصه واللي تحبه تعتبره قدوه. لاني انا ما قلت اصلا انه كل كلمه لازم نقولها موجوده في القران والسنه. سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. يقول: انا ما قلت يجب ان تكون كل كلمه موجوده في قران او سنه. نستمع الى كلامه السابق. كيف أرد على من يقول أن كوكب الأرض مسطح؟ هو من يوم ما قال كيف أرد على من يقول أن كوكب الأرض مسطح؟ أي مستوي. هذا لأنك ما أنت فاهم وماخذ المعلومة اللي انزرعت في مخك أنه اسمه كوكب الأرض. هي اسمها الأرض حتى في القرآن، اسمها الأرض. عمره ما ذكرت آية كوكب الأرض أو في حديث كوكب الأرض. عمره ما ذكرت آية كوكب الأرض أو في حديث كوكب الأرض. عمره ما ذكرت آية كوكب الأرض
أو في حديث كوكب الأرض. فلاحظوا أول اعتراض اعتراضه على مقطع الشيخ، بل واتهم قائل هذه الكلمة أن فاهم ولا يدري إيش الموضوع، لأنه قال فقط كوكب الأرض. طيب ما دليلك؟ قال ما جت لا في آية ولا في حديث ولا في كتب العلماء. فلما ألزمته وقلت له طيب كثير من العلماء قالوا أن الأرض كرة، وأتحداك أن تأتي في كتاب أو سنة أن الأرض كرة بهذا اللفظ تماما، لن تجد نهائيا. هل ستبدعهم؟ الجواب لا، بل قمتم بالترقيع لكثير منهم وقلتم لا هم يقصدون كذا ويقصدون كذا. اسمع كلامك الآن الجديد بعد، لأنه ابن حزم وابن تيمية وضحوا الكلام ذا في شرحه. هذا أنت بالحرف الواحد تقول لي أنهم فسروا كلامهم وبينوا معناهم، مو ما عرفنا قاعدتك، التزم بقاعدة معينة. فما عرفنا قاعدتك، لما الشيخ قال كوكب الأرض قلت له وين كلمة كوكب في قرآن أو سنة، ولما ابن تيمية وابن حزم وغيرهم قالوا الأرض كرة ولا واحد قال لهم لماذا قلتم كرة وأين كلمة كرة في كتاب أو سنة، بل جلستم ترقعون وتقولون لا هم يقصدون كذا ويقصدون كذا ولا هو ما يعني كذا، وما في واحد قال ابن تيمية أو ابن حزم أو غيره مشكلته يحفظ ما يفهم أو يحفظ المعلومات من غير لا يفهمها من هذا الكلام اللي ذكرته أنت في المقطع مع الشيخ عثمان. ازدواجية، وهذه أتفه ازدواجية راح نمر عليها بعد شوية، ترى راح نمر على ازدواجيات خطيرة جدا شوي معنا. كلمة كوكب اليوم لا يراد منها دائما المعنى السيء، لأنه قد يراد منها اليوم بمعنى أي جرم سماوي. ولا أحد اختلف معك إنه كلمة كوكب اليوم يمكن يراد بها أي جرم سماوي. طيب طبيعي. هنا عصام يوافق كلامي لما قلت أن كلمة كوكب قد يراد بها أي جرم سماوي سواء الأرض أو غيرها، وقال ما حد اختلف معك عادي. لاحظوا بعد ثواني قليلة كيف راح ينتكس وينطبق على الأرض أنها جرم سماوي. فمع الأسف أنت هربت من الإلزام، ومع هذا كذبت على الناس بأني قد كذبت عليك. ما ينطبق على الأرض أنها جرم سماوي. الآن يقول ما ينطبق على الأرض أنها جرم سماوي، ما أعرف ذلك يا ولد. قبل شوي يقول أصلاً مختلف معك، والآن يقول أنا مختلف معك والأرض ليست جرم سماوي. أنت من عارف شو تبي أصلاً؟ أنت تريد أن تخالف من أجل الخلاف فقط ليس أكثر. الزبدة، هل اعترفت على لفظ كوكب الأرض وعللت اعتراضك بأن لفظ الكوكب لم يرد لا في كتاب أو في سنة؟ نعم أم لا؟ لا نلف الدور، السؤال واضح وصريح. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، قال النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا إضافة مقولة رحم الله امرئ عرف قدر نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافة باطلة، فهذا الحديث مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح لا مرفوعا ولا موقوفا ولا مقطوعا. جاء قال أنت كفرت اللي يخالفوك، جيت قلت له أنا ما كفرت، حلقة علماء المسلمين الملاحدة كلها مشايخ هم اللي قالوا، يعني أنا ما أخذ كلام منهم. يقول أنا لم أكفر علماء، هذا كلام مشايخ وعلماء قالوه قبلي. فسؤالي الآن، هل ذكرت كلامهم موافقا أم معترضا؟ أظن الجواب بديهي وما أحتاج رأيك فيه نهائيا، أنت ذكرت كلامهم موافقا بل مستشهدا به، ومع هذا ناقضت نفسك تماما. كل الأمور التي كفر بها هؤلاء لم تتجرأ وتكفر بها الآخرون الذين قالوا بالتسطيح، مع أن لديهم نفس المشاكل ولديهم نفس المصائب، لكن مع هؤلاء دخلتهم بالتكفير، مع هؤلاء أخرجتهم. الموضوع مزاج وانتقائية، فلا تكذب علي وتطلعني كأني معترض على موضوع التكفير. أنا ما ناقشت موضوع تكفير هؤلاء، أنا ناقشت موضوع انتقائيتك بالتكفير. كل واحد في الأمور الدينية يعتبر المسألة اللي معاه مسألة قطعية. يقول أن كل واحد في الأمور الدينية يعتبر أن المسألة التي معه مسألة قطعية، وهذا الكلام كذب ولم يقل به أحد أصلا نهائيا، بل هناك أمور دينية يفتي بها العالم ويقول هي مسألة خلافية وتحتمل الوجهين، وفي بعض المرات يقول الأقرب كذا ولكن يحتمل كذا، وفي بعض المرات يقول الرأي المتقاربين لكني سأحتار. فادعاؤك أن كل مسألة تعتقد بها في هذا الدين يجب أن تكون قطعية، هذا ادعاء باطل. انت قاعد تحارب دي الحلقات كلها على مسألة ظنية بالنسبة لك. أما لو قلت إنه إيوه مسألة قطعية، فأنت هنا ترد على نفسك لأنه مسألتك قطعية، فليش تلومني إنه أنا ماخذ مسألتك قطعية؟ وهنا حرف الموضوع الأصلي، هل جميع نصوص الشريعة قطعية الدلالة؟ فأنت ادعيت بالحرف الواحد أن هذا القرآن من الله سبحانه وتعالى، فجميع دلالاته قطعية لا تحتمل إلا وجها واحدة. أنا أدلة الله غير أدلتك يا بابا، أدلة الله تعطي رأياً واحداً. ووضحت لك وتحديتك بسؤال بسيط جداً، قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل هو الحيض أم الطهر من الحيض؟ ولم تجب وما زلت تتهرب، ومع هذا سأتنزل معك وأجيب حتى عن سؤالك في مسألة الأرض اللي قاعد أحاورك عليه، وهو قطعي عندي ليس شكل الأرض كما ادعيت، إنما هو أن مسألة شكل الأرض مسألة خلافية وليست قطعية بحد ذاتها، هذا هو موضوع الخلاف. ولذلك أنا من أول كلامي ما قلت لك لماذا قلت أن الأرض مسطحة، وما قلت لك لماذا قلت هذه الأدلة، كان كلامي واضح من البداية. أنك تتهم الشيخ أنه ينفي آيات أو يحارب آيات أو كما قلت بحجة أنه خالفك في هذه المسألة التي اختلف فيها كبار العلماء، فهنا القطع في هذه المسألة أنها مسألة خلافية تحتمل القولين ولا أشكال في ذلك. طبعا هذه مغالطة المأزق المفتعل المبنية على فهمه المقلوب، عندما حاول أن يوقعني بمأزق الخيارين وهناك خيار ثالث، فحاول أن يضعني بين خيارين، ولله الحمد بينت لك أن هناك خيارا ثالثا موجود وهو أصلا منشأ كلامي من البداية.
بل هو أصلا حتى كلام الشيخ لما كان يقول في نفس المقطع لا تشددون على الناس في هذه المسألة، ما يحتاج هذه تعصب في هذه المسألة، هذا كان كلام الشيخ نفسه بالضبط. قال ابن عطية: وظاهر هذه الآية أن الأرض سطح لا كرة، وهو الذي عليه أهل العلم والقول بكرويتها، وإن كان لا ينقص ركنا من أركان الشرع قالها بالحرف هذا الواحد. هذا أي كلامك، هذا أي كلامي، ليش إنه قاعد يقول أرض مسطحة ما هي كورة، وحتى لو ما نقض ركن من أركان الشرع برضو مسطح. نحن ما زلنا في بداية المقطع وتعبت والله، ولذلك مضطر أمشي معاك بطريقة حبة حبة. أنا ما لي علاقة في رأي ابن عطية في شكل الأرض، كان نقاشي معك على كلام ابن عطية في أهمية موضوع شكل الأرض، هل هي مسألة مفصلية أم لا؟ وما زلت تتهرب من السؤال. ابن عطية يقول بالحرف الواحد: حتى من يقول بالتكوير لن ينقض ركن من أركان الشرع، كلامه صح أم لا؟ أنا هذا سؤالي. ولذا ابن عطية من أفضل خيارات، لأن ابن عطية كان يقوله بالتسطيح، ومع هذا كان يرى أن من خالفه وقال بالتكوير الموضوع عادي، ما نقض ركن من أركان الشرع، يحتمل، ما في أي مشكلة. سؤالي لك الآن: هل ابن عطية صار زبال نفس البيروني؟ لأن هذه مسألة يقينية بالنسبة لك، ما تحتمل الوجهين، تحتمل رأي واحد، أم لعل ابن عطية ممكن يصنف من العلماء المتسوسين على المسلمين، يسوي روحه مع المسطحين وفي نفس الوقت يحاول يلين القول الثاني؟ يمكن متسوس، دير بالك يطلع جاسوس علينا. يعني حتى من قال بالتكوير لا تهول عليهم، هم ما نقضوا ركن من أركان الشرع، هذا كلامي، وهذا كلام مخالف لكلامك، لأنك جعلت هذه المسألة مسألة قطعية يجب أن لا تخالف نهائي. بل أزيدك، هذا القول لم يقله فقط ابن عطية، بل قاله أيضا الجلالان في تفسيرهما، والجلالان أحدهما من؟ الإمام السيوطي اللي أنت تستشهد فيه. نقلوا كلام ابن عطية بالحرف وقالوا أن القول بالتكوير لا ينقض ركنا من أركان الشرع. أي أن المسألة سهلة، ممكن تقول بهذا القول، ممكن تقول بهذا القول، ولكنهم يختارون القول الأول وهو التسطيح، هذا هو الأقرب بالنسبة لهم. وهذا ما يؤكد كلامي لما قلت أن محاولة المأزق المفتعل لما ادعيت أن كل اختيار في الشريعة يجب أن يكون يقينيا، هذا الكلام كذب. لما تقولي أن الله تعالى سوف يسائلك عن علمك، ما دليلك أن هذه المسألة من العلم الذي ستسائل عليه؟ إيش دليلك أن الله راح يحاسبك؟ أن الله بيحاسبنا على العلم كما ذكر في الحديث، لا تجي تقول أعطيني دليل أنه هذا من العلم، لأنه هذا علم أصلا. وهذه مغالطة الاستدلال الدائري، أنا أقول له جيب لي دليل على أن كلامك هذا فعلا من العلم الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنك ستسائل عليه، إيش جوابه؟ هو من العلم لأنه من العلم. الله أكبر، فيجعل دليل الادعاء هو الادعاء نفسه، يكون الادعاء والدليل شيء واحد. اللهم آجرنا في مصيبتنا. أنت جيت قلت ما تفصل تفكر في تفاصيل كل اللي بيقولك، طب أنا ما قلت لك، هذا كان رد لكلامك اللي أنت قلت. هنا لما ألزمته بنفس طريقته وهو أن الله سبحانه وتعالى قال لنا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فقلت له الله سبحانه وتعالى هنا عممها وقال إلى الإبل ولم يخصصها، وبما أن الآية جاءت على إطلاقها لا يجوز لك أن تخصص إلا بدليل، فالآن يلزم من طريقة استدلالك أنت أنك يجب أن تعرف كل خصائص الإبل وكل شيء عن الإبل على حد زعمك أنت. قاعدة العامة في الإسلام أن الله راح يحاسبك على كل شيء، وقلت الآيات الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الموضوع منطقائية، يعني شمعنا مع الأرض ملكي لازم تعرف شكلها، لازم تعرف كيف صايرة، لازم تفكر فيها، ومع الإبل معناها في نفس الآية وفي نفس السياق تقولي لا أنا ما قلت لازم تعرف كل شيء، مو طيب هذه ازدواجية، ما الذي جعلك تفرق بين الأرض والإبل؟ إيش معنى مع الأرض لازم تعرف ومع الإبل مو لازم تعرف؟ ولذا ما زلت تهرب من سؤالي على موضوع الإبل عندما ادعيت أن نصوص القرآن والسنة يقينية الدلالة، فقلت لك هل لحم الإبل ناقض للوضوء؟ نعم أم لا؟ وإذا اخترت رأيا وخالفك شخص هل ستكون صلاته باطلة؟ نعم أم لا؟ وما حكم من اختلف في هذه المسألة وهي تتعلق بالإبل والله سبحانه وتعالى قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يعني معقول اليوم المسلمون يجهلون مسألتين مركبتين مهمتين جدا، واحدة في الصلاة وواحدة في الإبل مع بعض، بل الخلاف في هذه المسألة قد ينتج عنه مسألة أخطر من موضوع الأرض، لأن اليوم لو الواحد يصلي وصلاته باطلة لأنه مو على وضوء صيبة كبيرة جدا، فهذا ينقض ادعائك لما ادعيت أن نصوص القرآن والسنة كلها يقينية الدلالة. طيب جميل، نسمع الآن قلبة الطاولة. ولذا سؤال بسيط لك الآن، إذا كانت هناك آية تحمل معاني عميقة وكثيرة جدا، هل يلزم أن نفهم معانيها كلها أم لا؟ إن قلت يلزم أن نفهم معانيها كلها قلت لك هذا لن يطيقه احد نهائيا، وان قلت لا يلزم راح اطبق عليك قاعدتك واقول انت الان تقول بعدم اهميه كل معاني الايات. طبعا انا سالت سؤال الزمت فيه وهرب منه ولم يجب واجاب بسؤال اخر حتى يضيع سؤالي،
المؤمن تجاوب بعدين اسأل سؤال آخر. أنا سألته لو جاءت آية من كتاب الله سبحانه وتعالى تحتمل معاني كثيرة وعظيمة، هل يلزم من كل قارئ مسلم اليوم أن يقرأها ويفهم كل معانيها، ولا المطلوب منه يفهم على الظاهر الأساسي اللي يكمل في أمور دينه؟ إن قلت يلزم كل معانيها فهذا الشيء لا يطيقه أحد، لأن الناس متفاوتون بالمستويات وبالتفكير وبالفهم وبالعلم. وإن قلت لا سألزمك أنك تقول أن القرآن معاني غير مهمة كما ادعت. لكنه هرب من هذا السؤال وضيعه بسؤال آخر وقال الله لما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله، وبرضه أنه يسر القرآن للذكر، إذن هل يأمرنا الله بتدبر شيء لا نطيقه؟ وإن قلت لا فإنت هنا ترجع لكلامي، إذن لازم تتدبر. وهذا السؤال مبني على قصدك في معنى قوله تعالى تدبر القرآن وفهمه، فهل تقصد أن الله سبحانه وتعالى ألزمنا بأن نفهم كل معنى موجود في كل آية من آياته؟ تعال يا عصام جاوبه. أنت اللي قلته هل لازم على كل الناس تفهم كل، قلت لك لا ما يلزم، قلت لك لا ما يلزم. سبحان الله، هذا أنت الحين جاوب على نفسك، أنت الآن متناقض. فرجعنا إلى نفس السؤال مرة أخرى، هل الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بتدبر القرآن وأمرنا بقراءة القرآن وأمرنا بفهم القرآن هل يلزم من هذا الأمر أن نفهم كل آية من آيات القرآن، أم أن هناك معاني واضحة صريحة نفهمها وهناك آيات زيادة كل ما تدبرت وخشعت أكثر كان طيب ما في أي إشكال؟ لكن ما أقول حق واحد ثاني إذا أنت ما فهمتها، إذا أنت تنكر القرآن، أو إذا خالفتني فيها إذا أنت تنكر القرآن. وبما أنك مرة ثانية غيرت رأيك وقلت نعم نطيق أن نفهم كل حرف وكل آية من كتاب الله سبحانه وتعالى وكل معنى، إذن نرجع مرة ثانية لموضوع الإبل. الله سبحانه وتعالى ذكر الإبل في نفس الآية ذكر فيها الأرض وقال أفلا ينظرون إلى الإبل، وعممها ولم يقيدها. إذن يلزم من كلامك بما أنك تطيق فهم كل شيء وبما أن قرآنه سهل أن تفهم كل ذرة واردت في الإبل، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الإبل على عمومه ولم يقيد. إنه أنا سويت نفسي ممسوس لأنه مشغل موسيقى فقمت أستهبل أمزح مع العيال، طبعا نفسية زيه ما حد يخاوي ما يفهم الهروج. واحد عمره 14 سنة أخو عبد الوهاب الصغير قال لك إنه يقرأ على الأول بني آدم الممسوس. هنا يرقع ويقول إنه هو كان يستهبل كان يرقص في الأرض، فجاء واحد عمره 14 سنة فهذا يعني حاول يخفف الموضوع، طبعا كانوا مشغلين أغاني فصار يقرأ قرآن، فيقول إن أنا نفسية فما أفهم، فكأن قراءة القرآن مع الأغاني تفرق، إذا كنت أنت نفسية ما يجوز شغل، أما إذا أنت مو نفسية عادي تشغل. شو المهزلة هذه؟ الحرام حرام سواء كنت نفسية ولا مو نفسية، كنت تسوي مزح ولا ما تسوي مزح، كيف تشغل أغاني مع قرآن؟ تشوف صاحبك هذا يقرأ القرآن والأغاني شغالة تقول له حرام ما يجوز، أو تقطع هذا المشهد تقول حرام ما يجوز هذا اللي صار، لكن كلكم ضحك وما عندكم أي مشكلة وكأن كلام الله سبحانه وتعالى شيء عادي واعتبرت الموضوع مزحة، عادي تشغل قرآن مع أغاني بشرط تكون نيتك سليمة وتقصد المزاح ويكون الثاني طفل عمره 14 سنة. وعلى فكرة شفت واحد منزل بتويتر يقول هذه فعلها النبي، خلى فعل سعدون نفس فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال انه النبي قال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. نرجع لموضوع التكفير مع اني رديت عليه فيه كامل، ومع الاسف سوى روحه اعمى وما وضع ردي عليه، ليش؟ هرب منه كالعادة وسوى روحه ما يشوف. السؤال الاول راح نسأله، هل اذا قلنا لواحد انت تعبد الارض كفر ولا مو كفر؟ تعالي أنا وجاوبنا، رد على عصامي باي. التكفير إن أرجع أقول أنت كافر، أرجع أقول أنت كافر. هذا هو الأناوي أمامك، قال لك بالحرف الواحد، التكفير لا يقع إلا إذا قلت بالحرف يا كافر. تدرون لماذا هرب من هذا المقطع؟ لأني عندما ألزمته بكلامي على الشيخ عثمان الخميس الذي فيه تكفير صريح، عندما اتهمه أنه ينفي آيات الله سبحانه وتعالى وأنه يقول عن القرآن أنه لا أهمية له، قلت له هذا الكلام كفر ولا مو كفر؟ لما واحد يأتي ويقول القرآن لا أهمية له، هذه الآية منفية لا نريدها، لنفسه ماذا قال؟ قال لا مو كفر. لماذا؟ لأني ما قلت يا كافر ومعاي قال هذا يعتبر تكفير. شفتوا اللعب كيف يصير؟ ومرة ثانية أعطيك كلام شيخ الإسلام بن تيمية، ومن أراد التفصيل أكثر يرجع إلى المقطع اللي فات. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس وجدهم لا ينفكون عن هذين الأمرين، لا بد للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه محبتها وهو إلهها، ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها هو مستعانها، سواء كان ذلك هو الله أو غيره، فقد يكون عاما وهو الكفر، كمن عبد غير الله مطلقا وسأل غير الله مطلقا مثل عباد الشمس والقمر وغير ذلك الذين يطلبون منهم الحاجات ويفزعون إليهم في النوائب، وقد يكون خاصا في المسلمين. بالحرف يقول العبادة هذه قد تكون أيضا خاصة في المسلمين، مثل من غلب عليه حب المال أو حب شخص أو حب الرئاسة حتى صار عبد ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. إذن مرة أخرى ابن تيمية يضع معنيين للعبادة، المعنى العام المطلق والمعنى الخاص، وأنا ذكرتها مخصوصة، وقال المعنى العام تكون للكافر تكفر فيها الإنسان،
وتكون في المعنى الخاص للمسلم، لا تكفر فيها. والحمد لله الأناوي أنصفني، لكن أنت عندك ازدواجية، الأناوي قالها بالحرف الواحد، التكفير لا يقع إلا إذا قلت يا كافر. لما تيجي في موضوع يتكلم على مسألة دينية في مجالها تيجي تقوم تفتح أشياء ثانية ما لها دخل. هنا بدأنا بالمظلوميات، يقول الموضوع كان يخص شيء معين وأنت اللي فتحت في موضوع آخر، مع أن هذه طريقتي غالبا في أغلب المقاطع عندما أرد على شخص معين أضع له مقدمة تعرف المشاهد من هو هذا الشخص، ولا أجعل هذه المقدمة حجة عليه، وهذا ما فعلته. قلت يعني شخص تاريخه أنه يرقص ويهز وكان مغني ومطرب ما أدري إيش، والآن جاي للشيخ عثمان الخميس يقول أنت تنفي آيات القرآن وتقول ما لها أهمية، ولم أجعل كلامي هذا من باب الاحتجاج نهائيا، إنما جعلته من باب المقدمة التعريفية حال حال أغلب مقاطعي. مقطعي الأول أكثر من 16 دقيقة كلامي عنك في موضوع الرقص والغناء 40 ثانية فقط، فكيف 40 ثانية تزعم أني فتحت فيها موضوع آخر غير عن الموضوع الأساسي؟ يعني أنا 15 دقيقة ونصف أتكلم عن الموضوع الأساسي نفسه، 40 ثانية كمقدمة تكلمت فيها عن تاريخك، ثم تكذب وتقول أني فتحت موضوع غير عن الموضوع الأساسي. علموك، أنا عارف من علمك حبيبي، وكلهم حطيتهم بملف بالفيديوهات بكل حاجة. فالآن لاحظوا يا إخوة معي، سوف يبدأ بالتعلق بأي مشكلة هو يخترعها بنفسه. لما أنا ذكرت له موضوع السب من أول مقطع في أول 40 ثانية ذكرت موضوع السب في أغانيهم، فلما جيت وقلت له أنتوا عندكم شيء اسمه دسات، قال لي أنا عرفت من علمك، يعني لما قلت لك سب ما حد علمني، ولما قلت دسات أحد علمني، إيش هذه الجهالة؟ ومن وين جبت إن في أحد علمني؟ وأقسم بالله أنا ما حد علمني ولا حد كلمني ولا أدري عن أحد والله. دخلت على اليوتيوب كتبت مصطلحات الرابرز، طلع لي مقطع واحد يتكلم عن مصطلحات الرابرز، لأن أنت مع الأسف ما تمشي لها بالطريقة، لأن من البداية أنا ذكرت وقلت أن مع الأسف فن الراب مع الأسف ينبت في الإنسان موضوع العداوات بين المسلمين والسب، والشخص هو مبني على هذا الشيء، والفائز والمنتصر في الراب هو الذي يسب الثاني اكثر، ويصير هناك تحليل لكلمات السب على فكره، يعني لو واحد اليوم نزل اغنيه فيها سب كل واحد قاعد يحللها ويقول شوف كلمات ضعيفه وما ادري ايش، والثاني ينزل كلمات اخرى، فتخيل فن كامل مبني على السب بل ويصل الى القذف حتى. فلما ذكرت مصطلحهم الدسات هذه سببت الازمه، وقال عرفت من علمك، والله ما علمني احد، واتحداك تحلف ان في احد علمني، وانا اقسم بالله انا ما في احد علمني، وان شئت باهلتك على ذلك. انت من تلاميذه ومتلزق ومستغل. القشه الثانيه قال لا تتلزق، انا اتحداك تعطيني كلمه من كلامي في المقام قلت فيها ترى انا معاك واحد من تلاميذ الشيخ، لو سمحت انا تلميذ الشيخ وما حد له حق يقول كلمه. بعمري بحياتي ما خرجت بمقطع وقلت انا تلميذ الشيخ وانا وكيل عن الشيخ وانا اتكلم عنه وانا من يمثله، انا ابدا ما جيتك من هذه الزاويه ابدا، لا من قريب ولا من بعيد، لانها اصلا مو زاويه علميه، ان شاء الله اكون ابن الشيخ. ايش دخل هذا في موضوع النقاش اللي انت قاعد تقوله؟ هذه النقاشات العاطفيه لك انت، هذه المظلوميات لك انت، انا ما امارسها، بل انا اصلا انا شخصيا والله ما ارى نفسي وصلت الى مرحله اني اكون تلميذ تلاميذ الشيخ، ممكن احضر عنده، نعم احضر عنده. فهذه قشه ايضا اخترعها لماذا؟ حتى يبني عليها الكذب اللي راح تشوفونه بعد شوي. اللي حكوك في الراب وعلموك سوالف البيفات والدس ساتو دي ما حكك عن الجانب المظلم يا بابا. انت في الحلقة اللي راحت قاعد تقول ان المعتزلة مخانيث الفلاسفة وان الاشعرية مخانيث المعتزلة، ليه ما استحى ابن تيمية على وجهي عند وصفهم بما. وهذا الجاهل وصل الى مرحله عجيبه مضحكه صراحه، ما يجاب على السؤال كالعاده، يرد عليه بسؤال اخر، يدعي ان ابن تيميه لما قال الاشاعره مخانيث المعتزله فيها قذف، تدرون ليش؟ لان هذا الجاهل يعتقد ان كلمه خنيث تاتي بمعنى لوطي دائما، وهذا من جهله، انما الخنيث في اللغه وحتى في الشرع هو كل من تشبه بالنساء من الرجال، سواء كان تشبهه كاملا او كان في بدايته، مثل موضوع الديوث، اليوم هل كل الديوثين على نفس المرتبه؟ في ديوث منحط على الاخر، وفي ديوث في بداياته، لكن في النهايه هذا ديوث هذا ديوث، حتى موضوع الفسق حتى موضوع الظلم. فالخنيث في اللغة يا جاهل معناها التشبه بالنساء، وقد تأتي لجمع كلمة خنثى، والخنثى هو الذي في الوسط لا ذكر ولا أنثى. وابن تيمية هنا يتكلم عن عقائد الأشاعرة والمعتزلة وليس عن أشخاصهم، لما قال أن المعتزلة هم مخانيث الجهمية، لماذا؟ لأنهم لا صاروا جهمية ولا صاروا سنة، فصاروا في الوسط لا مع هذا ولا مع هذا، وكذلك الأشاعرة مخانيث المعتزلة، لا هم معتزلة ولا هم سنة، فصاروا في الوسط. وعلى فكرة هذا الاستشهاد أيضا تهربت منه، لماذا؟ لأني ذكرته لك في موضوع تكفيرك لبعض العلماء لأنهم كانوا معتزلة وجهمية ينفون الصفات، فذكرت لك أكثر من عالم أن تستشهد بهم على رأسهم السيوطي وسميته بالإمام، ومع هذا لم تكفر. ولذا أطلب من الإخوة الرجوع إلى الحلقة، لأن هناك أمور كثيرة تهرب منها مع الأسف. أما موضوع المحنة اللي أنت اعترفت بلسانك أنك ما تقصد فيها المشكلة، فالممحون عند عوام الناس أظن معروفة، وهي تتعلق بالممارسة في العرض، وهذا ما يؤكد كلامي فعلا أن الفن اللي أنت فيه ما عنده مشكلة في سب المخالف اي سبه سواء كانت فيه ولا لا، لماذا؟ لان الهدف هو الحط منه وليس الهدف هو الرد العلمي، الراب مبني على الشخصنه. ايبا من كل سمه انت بترمي علينا تهم من كل سمك.
واحد جاء قال فلايم من فين جاب فلوس ومن فلوس سمه. قلنا ليش بك تقول كذا؟ قال انا اقصد من فلوس السم اللي هو يطلعه، فهو لما يقول كلامه سم، فهو ياخذ الفلوس من السم حقه. فجيت قلت له الله، يعني انت جايب الهرجه دي من كيس سمك، اي الكلام اللي انت تطلعه. والان بدا بالترقيع في كلماتي هذه القذره اللي انا اصلا ادري راح يرقعها، وراح يقول كيس وسم وما ادري ايش. انا هذا كلام كاتب نفسي، والمشكله انت واضع كلامي اللي انا قايله وتتجاهله وتستهبل. انا عارفك راح ترقع هذه الترقيعه، لكن السؤال هل انت قصدك هذا الكلام؟ وصاحبك اللي كنت تحاوره هل هو قصده هذا الكلام؟ انت كلامك قذر وهو كلامه قذر، وهذا هو الراب اللي انتم عايشين فيه، تحاول انك تمكج القذاره. فالحمد لله انك اثبت ان هذا هو مستوى النقاش اللي قاعد يحصل بينكم هناك. ويقارن سبه اللي من اجل اغنيه ومن اجل مغني ومن اجل دقدقه في من يسب ويشتم من تعدى على دين الله سبحانه وتعالى من الملاحده والرافضه. شوف المقارنه العجيبه، شوف فين وصلت فيه النجاه. صار يقول ها كلاش بس ما توصل فيك لدرجة النجاسة، النجاسة غير والمرض اللي فيك غير. ترى بعدين ما رقص مع بنات يا كذاب، بعدين ما رقص مع بنات يا كذاب. غير كذا المقطع اللي انت حاطه لكلاش بعد ما انا اعتزلت بسنتين. طبعا لاحظوا يا اخوه، الان لما جبت لقدوته كلاش صار يبلع ريقه مسكين، مو قادر يتكلم. انا ما ادري ايش مخوفك ولا سافتك بالضبط، وين القوي؟ ولما تقول ايش دخل كلاش، انت اللي دخلته، انت اللي قلت انا مسوي مقطع كامل عن راقصات الراب. مو طيب ليش ما دخلته معهم؟ اما حجتك المريضه لما تقول ان هذا المقطع بعد ما اعتزلت انا، مردوده من ناحيتين. اولا ما دخل اعتزالك من الراب في موضوع انكار المنكر، يعني هل انكار المنكر خلاص انتهى مع موضوع الراب، ولا انكار المنكر على الرابرز عندهم اخطاء بس لما تكون رابرز ولما تطلع من الراب خلاص ما تنكر عليهم؟ مو انت شغال على العالم، اي واحد عنده اخطاء شغال عليه، انت عندك مقاطع الى اليوم تنكر فيها المنكر، فايش معنى مع هذا ما انكر؟ اما قولك ان هذا المقطع قبل ما تنزل بسنتين، لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، قدوتك عنده مقطع نفس مقطع راقصات الراب قبل ان تعتزل، ومع هذا ما فتحت فمك عليه. فيا عصام اسالك بالله انت الان، هل هذا الرقص اللي صار رقص رجال ولا رقص راقصات؟ هل راح تتجرأ تنتقده ولا راح تقول اعتزلت؟ الاعتزال ما راح يفيدك، لان انت نزلت اغنيه بعد اغنيته هذه وبعد اعلانه هذا، وهذا تاريخ اخر اغنيه نزلتها مع صاحب، فحجه الاعتزال هذه مضروبه، لان انكار المنكر ما له علاقه في موضوع اعتزلت ولا ما اعتزلت، يستمر، بالذات مع شخص جزء من الناس حبوه بسببك انت، وانت كنت تمدحه وتعتبره قدوه وتعتبره مرجع. طبعا انا عارف هيقول اين قلت قدوه؟ اين قلت مرجع؟ لا لا انا مؤلفها من راسي، انت ما قلت، انا بروحي قاعد الف، الناس ما تعرف، بس انت بروحك اللي ما قلت. وتكذيبك لي انه ما رقص مع بنت، والله فاضح ما بعرف فضيحه، انا نسيت، انت عندك الرقص لازم يصير نفس رقصات الراب في اغنيته الماضيه اللي سواها كلاش، ولا هذا الثاني ما يعتبر رقص؟ حركه الايد والهز واللعب هذه ما يعتبر رقص، يعتبر قراءه قران، لان انت وقارئ القران واحد، ماكو فرق بينكم اصلا. طيب ولا تزعل، انا الان اتراجع، مو رقص، طالع يغني مع امراه، طالع يغني مع بنت، صح ولا مو صح؟ لكن الازدواجيه مدمره، الازدواجيه فاضحه، فهنا انت تبين للناس انك تنكر المنكر ليس من اجل المنكر، انما من اجل الشخص. اذا شخص ما تحبه انكرت المنكر عليه، واذا شخص تحبه سويت روحك ما تشوفه وما تتكلم عنه، بل مستعد تكذب اللي امامك حتى لو كانت المساله مثل الشمس. وانا اتمنى اشوف مصداقيتك وتسويها وظيفه مع راقصات الراب اذا كنت تقدر. ايش دخلك في هذا الكلام يا مريض؟ ايش دخلك؟ ليش ما دخلت كلاش في راقصات؟ انت فيك شيء؟ ولما تقول جاني فلان وعلمني ما ادري ايش، والله العظيم بعد حلقتي الماضيه جاني واحد والله ما اعرفه، هل هو رابر؟ هل هو من جماهير الراب؟ هل هو مجرد متابع؟ ما اعرفه نهائيا، جاني وكان زعلان علي، لان انا بدل لا انتقدك انت وهاجمك انت، هاجمت الجميع، فهو كان يظن لاني انا اهاجمك انت فراح اخلي كل هجومي عليك انت فقط، ونسمع كلامه بعد ما استاذنت اني راح انشر صوتياتك. حبيبنا المطوع، والله انا توني شايف الفيديوهات اللي بينك وبين عصام اللناوي، وصراحة أنا يعني أشوف أن أنت معاك حق يعني أنك ترد عليه، وهذا شيء من أبسط حقوقك يعني، بس والله عندي اختلاف بسيط معاك يعني يوم أنك قللت من الراب، فهمت؟ على أساس أنه هو غناء وسب وشتم ورقص، يعني أنا أتوقع أن نص الساحة أو نص الناس اللي في المولدين في المجال راح يختلفون معاك يعني. لما أنت تبى تتكلم عن الراب كفن لا تناقش اللناوي، فهمت؟ ناقش واحد فاهم في الراب، واحد يسمع راب له سنين طويلة وفاهم ايش هو الراب بالضبط. فبس هذه الملاحظة البسيطة مان، وبعدين الناوي ترى يعني احنا في ساحة الراب سحبنا عليه، ما قمنا نعطيه وجه وفطلع من الساحة، ترى الناوي برا الساحة يعني باي ذا واي يعني. فمثل ما سمعت هذا واحد ما يحبك ويكرهك
ومع هذا كان زعلان علي على كلام اللي قلت لك أنت. ليش؟ لأنه هو سمع بعقل الواعي، سمع الكلام الطبيعي، إني أنا لما أنتقد أنتقد الفعل بحد ذاته، سواء أنت يا عصام سويته ولا غيرك سواه ما تفرق معاي. أما أنت مع الأسف لعوب، لما أصحابك يسوون الحركة تسكت، ولما اللي ما تحبهم يسوون الحركة تفجرها. وعشان ترتاح مرة ثانية، كل كلام اللي قاعد أوجهه لك وأقول لك أنت سويته، لو في أي رابر آخر سواه من اللي يسميهم أنت تحبهم ما تحبهم، والله ما أعرفهم، أي واحد ما تفرق معي، أعمم على الكل إذا انطبق عليهم نفس الوصف. تقدر تسوي أنت نفس الحركة وتقول عن قدوتك كلاش نفس الكلام لما رقص ولما رقص مع بنت؟ ثم الآن تعالى ندخل بالعميق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ماذا فعل هذا الكذاب؟ جاءته رسالة من شخص فأخبره بكلام، فقام وجعل كلامه حجة وارتكز عليه، فهو إذن الآن ينفي آية من آيات الله أخرى غير الآيات اللي ذكرناها قبل قليل، وأيضا يقول ما لها أهمية على نفس مبدئك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال تبينوا. هل تبينت؟ الجواب لا. هل مجرد تصوير صورة مع الشيخ تعني الموثوقية؟ الجواب لا. هل مجرد تصوير صورة مع الشيخ تعني انك صادق؟ الجواب لا. ولذا المسكين خرج في سنابه ايش قال؟ هو ما له الا حل واحد، يروح يكذب على عثمان الخميس ويقول له سالفه غير الحقيقه. فهنا عثمان الخميس اكيد بيقول له اه دام السالفه كذا لا انا بفزع معك في دي. وهذا الكلام يفضحه. مو يا صديقي انت مو تقول ان انت الان تخاطب شخص من تلاميذ الشيخ الحقيقيين فعلا؟ ليش ما طلبت منهم يروحون يقولون حق الشيخ الحقيقه كامله؟ اذا انا كنت راح اكذب وكنت راح ازور وكنت راح اقول امور غير صحيحه وراح اشوه الواقع للشيخ عثمان، هذا يؤكد ان انت ما عندك اي مصداقيه. كاذب. وادعيت اني راح اكذب على الشيخ في وأقسم بالله إني ما جبت طاري للشيخ بين المشكلة صارت بيني وبينك نهائيا. جيت للشيخ كلمة واحدة، والله العظيم كلمة واحدة، حتى كنا مع بعض الحالنا، قلت له شيخ أنا بلغني كلام، ومن باب قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأنا أريد أن أتبين يا شيخ، والله إن كان حق أنا أتقبل ما عندي أي مشكلة، وإن كان باطل يا شيخ أنا أريد فقط أنك ترد، والله ليس لنفسي ولا ترد على الشخص نفسه حتى، لا فقط أريد منك يا شيخ أن تكذب هذا الكلام فقط. لأن اليوم مع الأسف قاعد تصير لعب، كل واحد اليوم يخرج يتكلم باسم الشيخ بحجة أن صور لك كم صورة مع الشيخ، مو على كيف أي واحد يتكلم باسم الشيخ. حتى أنا اللي أكلمك اليوم ما يحق لي أتكلم باسم الشيخ إلا ببرهان ودليل أن الشيخ سمح لي وقال يقول عني هذا الكلام. ومع هذا إيش قال الشيخ؟ قال بحرف واحد الكلام هذا كله كذب، ومع هذا جيب لي فلاش ميموري في كل مقاطعك بينك وبينه وعطني اياه. واعطيته اياهم واستمر اكثر من يوم، اظن 4 أو 5 أيام تقريبا، ثم اتصل علي وقال لي ترى خلاص راح اسوي المقطع ان شاء الله وتوعدنا في موعد معين وراح احط لكم المقطع في النهايه ان شاء الله. ولا تدرون، خلونا نسمع الان. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلتني رساله ان احدهم يقول انه من تلاميذي وانه يتكلم عن الابن سعدون المطوع وانه يسبب لي ازعاجا وأنه أشفق عليه لمرضه، فهذا الكلام عار عن الصحة بل هو كذب صريح. بالعكس، الابن سعدون يعني من طلب الحريصين على تحصيل العلم والرد على شبهات المنحرفين والضالين، وله جهود طيبة وقد سد الله به ثغرا من هذا الباب. فدعوى أن هذا من طلبتي أنا لا أعرفه ولا أدري من هو، إن كان كذلك وقال هذا الكلام فهذا الكلام عار عن الصحة بل هو كذب صريح، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن اليوم بحسب التاريخ الهجري في 13 من شهر شعبان لسنة 43,400 من الهجرة، الموافق للثاني 22 من شهر مارس لسنة 2022 من الميلاد. فكما استمعتم ولله الحمد، هذا هو الشيخ الآن بالحرف الواحد يقول أن هذا الكلام كذب وهذا الكلام باطل وغير صحيح. إذن العصام كذاب ويأخذ من كذابين وينفي آيات الله سبحانه وتعالى ويقول أنها بدون أي أهمية، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهو لم يتبين نصرة لنفسه ونصرة لذاته فقط. ومع هذا خذ مني يا عصام، ادعيت أن فيني وسواس ومرض وما أدري إيش، والله تعال الكويت أنا مستعد أضيفك وأكرمك وأجيبك معاي وأقول لك تعال، وأقسم بالله أمام الناس وسوي فلوج، أخذ لك فلوج مجاني، أوديك وزارة الصحة معي، ها معي أنا وروح طلع ملفاتي بوزارة الصحة وطلع شوف شنو الأمراض اللي عندي، والله أحلف أمام الناس اليوم، لكن بشرط إن طلعت كذاب مرة ثانية بس أبيك تعتذر، بس قول أنا أعتذر أنا ما كنت صادق ومع السلامة، بس ما بشيء آخر، والله أنا جاد وآخذك أي مكان. فأنا والله الحمد ما أعاني إلا من مرض واحد وهو مرض السكر، فإن كان مرض السكر يعتبر عيب ومنقصة وجنون وما أدري إيش، فأنت من باب أولى جالس تطعن في أهلك وجماعتك، لأن مرض السكر اليوم ما في عائلة يخلو منها. أما إذا كان عندك أخبار أخرى كاذبة عندي أمراض أخرى، والله قول يا ما عندي مشكلة أروح أفحص مرة ثانية، يمكن
يمكن تكون نبهتني على شغلة ما أدري عنها. ملخص الكلام يا إخوة، في موضوع السب، نعم قد يسب الإنسان نصرة لدينه، ولذا بعض الصحابة سب بعض المشركين أمامه والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم. لكن لما يجيني واحد يسب الثاني عشان أغنية، يسب الثاني والله عشان ترك، يسب الثاني عشان راب وما أدري إيش، بالله عليكم أتقارن هذا مع هذا؟ ولذا نفس الفعل قد يفعله اثنان، الأول مأجور والثاني موزور ظالم، فمن قتل اعتداء يسمى ظالما مجرما عاصيا فاسقا إلى آخره. طيب من قتل حدا مأجور جزاك الله خير، معناتهم أزهقوا نفسا، لكن الأول أزهقها بالحق والثاني أزهقها بالباطل. فنفس الشيء موضوع السب، هناك من يسب بالحق وهناك من يسب بالباطل، هناك من يسب نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، هناك من يسب نصرة للنس ونصرة للأغنية ونصرة لمغنيين وما أدري إيش. ولذا شوفوا أمامكم يا إخوة حتى الحركات اللي يسويها، شوفوا هذه بعض الحركات بعد. حلقة له وللي معه وحلقة لا تسيء الظناء حبيبي بالغلط، هذه حركة ألا تعد قذفا؟ يلا أسألكم أنتم، ما مولك أنت الآن، الكلام للناس. كذلك الإزدواجية في إنكار المنكر مصيبة، أنت عندما تنكر المنكر هل تنكره لأنه منكر أم تنكره لأن الذي أنكرت عليه لا تحبه؟ المسألة الثالثة في موضوع التكفير، أنت نقلت كلام العلماء في تكفير البعض لأنهم وقعوا ببدع مكفرة مثل نفي صفات الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت تستشهد وتسميهم بالأئمة لعلماء وقعوا بنفي الصفات. طيب إيش الفرق بينهم؟ الفرق أن الأول يقول بالتسطيح والثاني يقول بالتكفير. وبينا لكم كلامه في البيروني كيف كان يعتبره مسلما ومن علماء الإسلام في مقاطع قديمة، لأنه كان يعتقد أن البيروني يقول بالتسطيح، قال لك البيروني زبال والبيروني منجم، والتنجيم إذا جاءت بالإساءة تكفير، كما ذكرنا من كلام الشيخ ابن عثيمين عندما بيّن أن التنجيم على نوعين، تنجيم مباح وتنجيم كفري. أما قولك أني راح أضع مقاطع أنك تخالف فيها الشيخ عثمان، فموضوع المخالفة ترى طبيعي جدا، الشيخ ابن عثمان يخالف الشيخ ابن عثيمين، يعني الشيخ عثمان ما يحب الشيخ ابن عثيمين مثلا ولا يسيء للشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين يخالف مشايخه. أما إذا كان الخلاف في مسائل أصولية فيا لا تتعلمني، بالعكس انا مستعد اتراجع، علمني بالعكس. والى هنا يا اخوه اتوقع الموضوع يعني اخذ اكثر من حجم، واتمنى ان الجميع استفاد في موضوع الادعاءات اللي قاعده تصير. مو اي واحد جاء وقال كلمه صدقتوه، ولا اي واحد قال ادعاء من غير اي دليل وغير اي مستند صدقتوه، غلط. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم البينه على من ادعى واليمين على من انكر، فانا انكرت واقسم، فهل سياتي ببينته؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كرهت لكم قيل وقال، وما أكثر تعلق الناس بقيل وقال دون أي تثبت ودون أي تبين. مع الأسف أي كلمة ما عليها دليل مني ولا من غيري ولا من أي شخص لا تأخذها أو طالب بالدليل، وأظن أن ما ذكر كفاية، وإذا كان هناك نقاش علمي فأنا حاضر، أما النقاش شخصاني التافه اللي ما عندك غيره يعني أتركه لك، وأتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم قوم في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يعني الغضب الله تبارك وتعالى يغضب سبحانه وتعالى، الغضب ليس عيبا، لكن أهم شيء أنه يكون في محله، لكن يبقى الغضب لأجل ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغضب ولا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله، ما يغضب لنفسه يعني يسامح. فلذلك الإنسان إذا كان الغضب لله للدين فهذا محمود، وأما الغضب للنفس فهذا مذموم، وإنسان كثر ما يقدر أن يمتنع من الغضب. ما هي ردة الفعل؟ حسب الحالة، ما تستطيع تعطي حكما واحدا على كل الحالات، في حالات ممكن يكون الضرب، حالات ممكن يكون ترك المكان، حالات ممكن يكون الرد بالكلام، أحيانا يكون القتل، يختلف يعني من حالة إلى حالة.